بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، حبيبنا وقرة عيوننا وشفيعنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. أما بعد، تتمة لما تكلمنا به بالأمس أيها الأحباب الكرام، بأننا بإذن الله سنتطرق ونتناول بعض من الألفاظ التي لربما تدور على ألسنتنا لكن لها نظرة شرعية حولها. النبي عليه الصلاة والسلام كان دائما يعني مع الصحابة ويهتم بقضية تصحيح الفعل وبقضية تصحيح العبارة والقول. القضية أحباب الكرام ليست فقط أن الإنسان إذا رأى من أخيه أو من أخته خطأ في الفعل ينصح، أما الكلام يغض الطرف عنه. هذه قضية النبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم بها، حتى الكلام كان ينبه على ذلك. ومن ذلك لما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع أحد الخطباء الذي أراد أن يثني على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما شاء الله وشئت. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: بئس خطيب القوم أنت، بل قل ما شاء الله وحده، لأنه ما تشاءون إلا إن شاء الله. هل النبي صلى الله عليه وسلم تركه قال زلت لسان ما يقصد؟ لا أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي بالتصحيح ماذا؟ مسير كل فرد من أفراد المجتمع له. فبعض من الناس يتضايق يقول: والله الشيخ إيهاب يشدد علينا، على كل شيء ينصح، على كل شيء يدقق، يا فوت علينا يا أخي، طنش شوية. نقول لها: القضية ماذا؟ شرعية. قضية ماذا؟ شرعية، تؤجر عليها بإذن الله حينما ماذا؟ أنا أوجه وأنا أصحح في الأمر، لأن أخاك من؟ صدقك، ليس من؟ صدقك. من الأمور التي نحتاج إلى أننا نثبتها عند بعض الناس، بعض الناس يأتي ويدعو لنا يقول لنا أخونا محمد، شيخ محمد، يقول الله الله يغفر لك إن شاء الله. هي ملاحظة ولا صحيح هذه؟ الله أعلم. هنا الدعاء هل نقوم به المشيئة ولا يكون جازم؟ ها؟ الله يغفر لك، الله يرحمك، الله يبارك لك، الله يرزقك. أقول إن شاء الله، لا يعجز على الله شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ليجزم في المسألة. فماذا؟ الله يبارك لك. ما أتي بالاستثناء، الاستثناء نستخدمه في حياتنا. متى أشوفك؟ بكرة الساعة 5 إن شاء الله. لأن الأمر ماذا؟ أخشى أن أتي ألم، لكن أدعو الله. هل يعجز على الله شيء أن نقول إن شاء الله؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا ليجزم بالمسألة. هذه ملاحظة. القضية الثانية بكلامنا طبعا دارج بعض الناس عنده: والنبي. لا أكمل ولا أنتقل؟ طبعا ما يقصدون، ما يقصد الإنسان الحالف أيضا الأخوات الحب بالنبي، لكن ماذا؟ درجة على اللسان، هذا من باب الحب والتعظيم، درجة على اللسان. والنبي متي؟ النبي مفروع من النبي، ها؟ يطلع كذا صح؟ هي القصد ما يقصد، لكن من الناحية الشرعية هل هذا الأمر صحيح أم عليه ملاحظة؟ ملاحظة. فالإنسان دائما أولا لا يحلف. هل الإنسان الصادق يقول له: شيخ أحلف أقسم بالله، ها شيخ شاب تحلف؟ لا، الإنسان خلاص أنا عارفه، لكن أصبحت ماذا؟ لهو، مثل يمين اللهو. لا يؤاخذكم الله باللهو فيه. احنا ترى الكويتيين ترى وايد عندنا: لا والله، لا تكفى والله، والله بس خلاص. فهذا موجود. فهذه القضية أن الحلف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا نسمع بعد الحلف ثاني: وراس أبوي وشرفي والنعمة. احنا كنا جالسين في المجلس يعني بعض الأحيان الديوانية يسمونها ديوانية أو المجلس، شارب الشاي يقول شنو؟ والنعمة راح أسوي. زين النعمة راح تتخلص، الله يسهل. فالقضية ماذا؟ أحلف إن كان حالفا فليحلف، لا أو يصمت. فالإنسان يعود نفسه بارك الله فيكم. نقصد أن ندري أن القلب متعلق بالله، لكن هذه ملاحظة ينبغي علينا أن ماذا؟ نصحح ونوجه بارك الله فيكم. أيضا بعض الناس من حبه لأخيه أو الأخت معته أول ما تشوفه على طول مباشرة: السلام عليكم وصباح الخير. صباح الخير. ها؟ صح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا إذا لقي أخاه فليقل ماذا؟ السلام
عليكم فيها كم؟ 10. السلام عليكم ورحمة الله فيها ماذا؟ 20. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيها؟ لماذا تحب نفسك من الأجر؟ بعد ذلك قل لك صباح الفل والزيتون والخير قل لك عشان تعمل كل هذا موجود بعدين صح؟ لكن أنا أدري بماذا؟ بتحية بسقية تحييتهم بتحية الفحية أو إن شاء الله واضح؟ فأنا أدري على اللسان مرحبا احنا طبعا في شفتها في المجتمع الكندي هاي هاي راح تستخدم زين فهذا الامر لكن مع المسلمين لاحبابنا اخواننا اخواتنا نعود السنتنا على ماذا؟ على تحية اللسان وما بعد ذلك حي بأي تحية مرحبا اهلا وسهلا صباح الخير مساء الخير الامر هذه الامر في يسر ايضا بعض الناس لما يتذمر من شيء مباشرة يقول لا حول الا الله صح ولا غلط؟ لماذا؟ لأن معنى الكلمة ماذا؟ أن الله لم يحول شيء إلى شيء. وهل هذا صحيح؟ لا أعوذ بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على كنز من كنوز الجنة؟ هو ماذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. فلا قدرة ولا حول لنا لجلب مرهوب ولا لدفع مرهوب إلا بحول مع الله سبحانه وتعالى منه سبحانه وتعالى أن يعيننا على هذا الأمر. فلربما بعض الأحباب على لسانه من العتب ومن التضايق لا حول ولا قوة. لكن ماذا؟ ننصح ونبين لأن فاته ماذا؟ الدعاء كنز من كنوز الجنة فيفوت الإنسان على هذا الأمر. أيضا لربما أنا ما أدري عن خاصة من جانب الأخوات، احنا في الكويت عندنا تسليمة البنات والأخوات السلام بس موجود هذا ولا كم موجود؟ احنا ننبه على ان كلمه السلام وتعلمني باللغه العربيه هل لها معنى في اللغه العربيه بس كلمه السلام؟ ما في يحتاج الى ماذا؟ تتمه معنى مفيد فهذا لا يرجع على الانسان لان كلمه ناقصه كما تقول بيت السياره مطر زي شنو في؟ اعطيني تتمه السلام عليكم فبعض الناس لربما على هذا الامر ايضا أنا ما أدري كم يوم شفت لما انكسر شيء عندنا قالوا شنو انكسر؟ هذا الشرور منو هذا؟ ها؟ أنا جاهل أنا ما أدري كان إذا في شيء يعني مين اللي هذا؟ فلا شر ولا خير وابن عباس لما أن كان جالس ذات مرة في مجلس فغرد طير أو شيء فهذا قال خير خير قال ما خير ولا شر طير ويغرد أين الخير والشر؟ صح شيء انكسر طاح مثل ما قلت فين الخير والشر؟ اهم شيء ما ترديت الحمد لله ما في شيء بس اهم شيء من صاحبي واخوي اما هو لا خير وماذا؟ فتكلم حتى ترى موجود بالكويت ترى عندنا انكسر الشر اي شر؟ ما في شر ان شاء الله ليش متشائمين من هذه القضيه؟ فما في شيء عندنا ايضا بعض الناس لربما يسبق على لسانه وخاصه من الوالدين بعض ما اقول عند اشوف الوجوه طيبه مباركه باذن الله سبحانه اذا غضب من شيء يلعنه لعنة الله على السياره، لعنة الله على هذا البيت، لعنة الله على ولا الانسان هل المسلم سباب او لعان؟ اعوذ بالله معنى اللعنه اي طرد من رحمه الله النبي صلى الله عليه وسلم كان ذات مره مع مسير فامراه غضبت على ناقتها فلعنتها فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان تترك لان الدابه اصبحت ماذا الان؟ ملعونه. النبي صلى الله عليه وسلم امرنا لا تتلاعنوا بلعنه الله امر خطير فبعض الناس بعض الاباء لما من شده الغضب يلعن او لربما يشتم او يسب هذه قضيه خطيره ليس المؤمن بالسباب ولا اللعان ولا الطاع ولا الفحش والبذي فنعلم السنتنا على ماذا؟ على الدعاء بالخير. امر لربما انا ما ادري موجود ولا لا إذا تكلم مع الواحد حاس إنه في حسد أقول له شنو أمسك؟ أو أقول له بالجاز تاتش وود ها؟ تاتش وود مفهومة الجواب مفهومة الخشب في شيء خشب في شيء ها أحبابي ترى سمعناها ترى موجودة صح ولا لا؟ لكن إذا أنت خشيت من الحسد ماذا تقول؟ عودة كلمات الأحكام ما من شر ما خلق أو ما شاء الله تبارك الله لولا دخلت جنتك قلت ما شاء الله ودائما لنعلم انفسنا على هذا الدعاء شفت عنده سياره اشترى سياره جديده ما شاء الله تبارك الله
الله يبارك لك فيها ويعطيك خيرها ويكتب شرها من هذا الامر. اما وضع امسك الخشب فهذا ما ادري شيء جديد. واذا شفت الماضي يعني حصل لما نروح مصر على بعض الابواب حاطين شنو؟ شنو هذا؟ الخرز الازرق والعين زين؟ والامر الغريب الامر الغريب احبابي ان لما يذبحون الذبيحه والخروف يحطون عيده ماذا؟ هذا الدم. هذا الدم شنو حكمه؟ لان دم مسفوح صح؟ او دم المسفوح الدم المسفوح نجس فيضرب عليه فيضرب على ماذا؟ على البيت. فالنجاسه وين صارت؟ واي واحد يدخل عليه كان بالنجاسه وبعد العين. شلون؟ انا داخل مخي. فهل هذا الامر المتصور؟ فالانسان دائما يقول ما شاء الله قدر الله سبحانه وتعالى يبارك الانوار. هذه الامور الله يحفظك. ثم عندنا تفضل. انا الصليب يعني؟ الله يبارك كلام صح. وسبحان الله غريب الامر هذا الامر الغريب ابن القيم الجوزيه في كتابه هدايه الحياه يقول لو كان الصليب فيه خير ايهما يعبد الصليب ام الحمار الذي حمل على عيسى عيسى حمل عليه ايهما افضل؟ عيسى عذب على الصليب ان كان عيسى وهو ليس عيسى فالصليب الخشبه عذبت شبيه عيسى لكن عيسى بعد ذلك كما يقولون الذي يقال حمل على الحمار فايهما يستحق ان يعبد بعد ذلك؟ فالامر غريب هذا ركبوا عليه نسال الله السلامه. ثم عندنا عندنا قضيه ايضا نجدها بعض الناس لربما نسمع كلمه زارتنا البركه او زارنا النبي ها موجوده؟ زارتنا البركه. البركة أمر من الله سبحانه وتعالى. الله يحفظك عندنا بيت هناك ما يدري. فهذا قضية أحبابي الكرام لما نقول زارت البركة أنا أدري أن هذا الإنسان يقصد تفاؤلا محبة تقديرا توقيرا لكن إذا ما كان في بركة صح؟ أو زار النبي كذاب شوية صح ولا لا؟ لا سمع خوي قالوا لي احنا نورت كندا يعني سمعناها. فهذه القضيه ايضا يعني الانسان يقول ان شاء الله نسال الله يبارك فيك احنا نتفائل بقدومك ما شاء الله نورت شوي نمشيها يعني زين على هذا الامر. ثم ايضا عندنا بعض الناس يقول لا الله ولا فارق يا راجل صح؟ هل الله عنده فعل؟ هل من صفات الله الفعل؟ صح ولا لا؟ احنا ترجع قال الله ولا ما في شامه لا تقول كذي. فهذه الكلمه بعض الناس يظن ان الفعل صفه من صفات الله او اسم من اسماء الله وهذا غير صحيح احبابي الكرام. ايضا من الامور لربما يعني الامر بعيد جدا لكن نذكر نذكر بعض الناس يتهاون في قضيه خطيره وهي قضيه السحاره. انا احد الاصدقاء في الكويت سبحان الله واحد اتصلت عليه الصباح وصديقي في الليل يقول دخلت على موقع في الانترنت اسال فلان بدون ذكر اسمه ويقول لك ما الذي عندك؟ اسمك كم عندك؟ ماذا فعلت بالامس؟ ماذا فعلت من 10 ايام؟ موجود؟ موجود؟ هذا الموقع ماذا موقع ماذا؟ سحر موقع سحر انا اقول لك انه سحر. فالانسان لا يعرض نفسه الى ماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اتى كاهنا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. هذا مجرد ماذا؟ بس سؤال بس سؤال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه فقد برئ بما أنزل على محمد. يعني الأمر خطير. فالقضية مع السحر لا سكر الباب ويكفيك من الشرط سماعه. وأي إنسان يقول بعض الناس والله هذا شيخ وبركة ولي من أولياء الله إذا سأل عن اسم الأم ما شاف هشام اسم أمك إيه؟ على طول صحيح. الإنسان الراضي ما يسأل يقول خير يقول أنا أشتكي يضع يده ويدعو بأسماء الله الحسنى وبالقرآن وبالمعوذات ما يسأل عن اسم الأم إيش علاقة الأم؟ هذا ساحر. وبعض الناس يدعو يدفع السحر مثل ما تفضلتم خرز الأزرق أو الفيروز أو ما شابه هذه الأمور
فما يجوز هذا الأمر. وأيضا من أشياء العادات اللي صارت قراءة الكف، أضرب الودع، أقرا الكف، صح؟ أفتح بوتشينة، ثلاث ورقات، فهذه كلها يعني من الأمور التي ما يجوز. أيضا بالعادات والأبراج ما يخرج من بيته. حتى صار إذا كان خالي بعد يقرأها. وفأنا ما أدري يعني يشوفون شيء إحنا ما نشوفه، هذا كله من الدجل. أيضا بعض الناس يعني إحنا شفناهم إذا اشترى سيارة علشان يدفع عن الحسد يكسر ماذا؟ بيض، يكسر البيض عليها أو يرش شنو؟ الملح، صح؟ أو في العبس، العبس لما نزلت الآن رش عليه الملح، ليش؟ علشان تعملها قديمة عند داعش يصير. فهذه القضية، قضية رش الملح، قضية لدفع الحسد، هل هذا لا أصل شرعي؟ أنا أدعو وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك وأدعو له بالخير والبركة. أما هذه العادات التي جرت عندنا فغريبة جدا هذه الأمور التي نراها. أيضا من المصطلحات أو الكلمات التي نقرأها لربما الإسلام دين المساواة، صح ولا خطأ؟ خطأ. بسم الله الرحمن الرحيم. ليه؟ الإسلام دين العدل. لأن المساواة معناها هل الرجل يساوي المرأة؟ الله أكرمها والله أكرمني، الله أعطاه حقوق وأعطاني حقوق، وقلنا بالأنس وليس الذكر قبل الأنس وليس الذكر. فلما نقول الإسلام دين المساواة كأنك أنت تجعل أن الله جعل ماذا؟ حتى في الميراث يوصيكم الله في أولادكم للذكر هل الله ساوى؟ لكن أعطى كل إنسان ما يستحقه، فكلمة نجدها. وبعض الناس يعني من باب أنه يعظم دين الإسلام ماذا يقول؟ لا، دين المساواة في ماذا؟ في الأجور عند الله، في الجزاء، هذا صحيح، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى هذا صحيح. الأخت إذا صلت ونحن صلت درس 27 درجة مع صلاة الجماعة تصدقت وأنا تصدقت من الأجور عند الله، لكن في أمور التعبدية والمعاملات الله الحكم العدل أنصف عباده بالعدل سبحانه وتعالى. ثم أيضا من الأمور التي نسمعها بعض الناس يقول العمل عبادة، صح؟ صح؟ صح الكلمة؟ ها شباب كلام مفهوم إن شاء الله؟ فيقولون ماذا؟ العمل عبادة. أي عمل هو عبادة؟ أي عمل صالح الذي شرعه الله لتقربه إليه، الذي يسمى محبوب لذاته، محبوب لذاته وليس محبوب لغيره. أشرح هذا المحبوب لذاته مثل الصلاة، الزكاة، الصيام، شرعه الله لنتعبد به إليه. العمل الدنيوي ننظر هل تريد فيه الخير والسعادة لنفسك ويعينك على الخير؟ فنقول محبوب لغيره، يوصلك إلى ماذا؟ إلى مرضات الله. فإن كان العمل الدنيوي تريد فيه الفساد والشر والسرقة أصبح ماذا؟ مذموم لغيره. فيأتي إنسان ربما يكون مشتغل في البيت، يصلح شيء في البيت، فيقول للزوجة يا فلان يا أبو فلان الصلاة وأنا في عمل والعمل عبادة، صح كلامه؟ لا، عمل الدنيا يؤجل وعمل الآخرة يحتاج ماذا؟ إلى السعي والمضي إليه. ثم عندنا بعض الناس لربما يقول لك أنا حر بتعبيري، حر برأيي، الحرية، المناداة بالحرية. هل الإنسان المسلم حر فيما يفعل في كل شيء؟ أم هو ماذا؟ الشباب يسمون عليه مدة، صح؟ الإنسان عبد لمن؟ دلالة حبك لله أن تطيع من؟ تطيعه سبحانه وتعالى. فمعنى الحرية أن تفعل ما تشاء كيف ما تشاء وقت ما تشاء، لا حسيب ولا رقيب. هذا ما نجده في بعض الناس الخارج، يلبس ما يشاء، يتعرك ما يشاء، يشرب ما يشاء، يأكل ما يشاء. أما المسلم دلالة عبوديتي لله سبحانه وتعالى أنه ماذا؟ يطيع من؟ يطيع الله في كل صغيرة وكبيرة. وكلما ازددت طاعة لله ازددت ماذا؟ قربا منه سبحانه وتعالى. فلما يأتي الإنسان يقول أنا حر برأيي، يقول لحظة، أنت تعبر عن رأيك لكن لا يخالف ماذا؟ الشباب. أنا سألت بعض الطلبة عندي وأعطيتهم جائزة، وأنا أسأل الشباب الحين أعطوني شيء واحد الإنسان حر فيه.
بكره الجمعة. يتجوز عم الشيخ. بسم الله. ما سوي حبيب. يتجوز عم الشيخ حر. أعطوني شيء واحد الإنسان حر أن يفعل فيه وما في عليه أي قانون. ها؟ أعطوني شيء واحد. ها؟ في شيء واحد تسويه كلام أو قول وأنت حر ما في عليك لا رقيب ولا حسين ولا جزاء ولا عقوبة. أعطني شيء واحد. هل أحباب فيه؟ ها؟ يقولون بسرعة يسكتون. العبادة. العبادة. هل تستطيع أن تصلي كما تشاء؟ آه. مرحبا. لا ولا أقول حر بما تشاء أن تفعل. ملابسك هذه هل تستطيع أن تلبس ما تشاء؟ ولا لك هيئة معينة الأخوات هل تستطيع أن تلبس ما تشاء؟ تقول لا الله أمرني وديني أمرني. الأكل الطعام هل تستطيع أن تحر تأكل ما تشاء؟ كلامك هل تستطيع أن تحر أن تقول ما تشاء؟ نظرك هل تستطيع أن تنظر إلى ما تشاء؟ يقول حرية. يقول لك إحنا شو عندنا؟ طاعة لله سبحانه وتعالى واختيار بما يرضي الله. ثم عندنا لربما نجد أن بعض الناس يقول يعني بنت كبرت ووصلت إلى سن البلوغ ما شاء الله يقول أنا ما أحجبها لما تقتنع بالحجاب. موجود أو غير موجود؟ هل أمر الله يحتاج إلى اقتناع أو إلى تنفيذ وتسليم؟ أنا ما راح أصلي إلا لما أقتنع بالصلاة. متى تقتنع؟ صح؟ فالبنت عندنا خاصة البنت أو الابن يقول لا لا تقصب على الصلاة، لا تجبر على الصلاة، أنا ما أجبرته ولكن في حد وحظ وإلزام. طبعاً أنا أقول بالأدب وبالكلمة الطيبة وبالحكمة. والبنت لا تشد عليها، الأم تقول أو الأب يقول لها لما تقتنع زين متى تقتنع؟ الأمر طويل خاصة نحن نحط في بالنا أن الآن بدأ جسمها يظهر. فأنا أعودها على اللباس ماذا؟ الساتر المحتشم. وسبحان الله تجد بعد ذلك ماذا؟ الأمر سهل عليها ماذا؟ تقلد من؟ الأم. اقتنعت ولا ما اقتنعت؟ لكن أنت سايب والأم سايبة ويطرد ومتى اقتنع؟ الله أكبر. ثم عندنا من الأمور أيضا يعني عندنا بعض الناس يقسم الدين عندنا إلى لب وبشور. صح ولا لا؟ يقول لك هذا شيء مهم، هذا يا أخي كل الناس تتكلم عليه، بشور هذا. يعني تنصح إنسان فرضا يقول له حافظ على تحية المسجد، يقول لك الناس يقتلون وأنت تحية المسجد، السواق طيب السواق، أو اشرب باليمين. تعطي إنسان تقول له اشرب أو قل باليمين، يقول لك يا أخي الدين في أمور عظيمة أنت تتكلم عن هذا الشيء. هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم الدين إلى شيء أساسي وشيء مش أساسي؟ لا. وجد أحد الصحابة يشرب يأكل ويشرب بشماله، قال كل بيمينك، حتى النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في كل موضع لما أمر الغلام عند طفل صغير يأكل، قال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فالدين كله طاعة لله سبحانه وتعالى، كله في خير وبركة عند الله سبحانه وتعالى. تفضل استاذ يعني. معلش تفضل. إيضاح بس الله يكرمك. ويكرمك. احنا عندنا قلنا الدين كله يستوي. في أولويات في الدين، يعني في حاجة أهم من حاجة. فما أقدرش أقول يعني مثلا رسول الله لما قال له كل بيمينك ما خدش عصاية والواد أصر بشماله كان ضرب. في يعني سيدنا أنس لما أكل بيمينه كل يا غلام كل بيميني وكل مليك ده سيدنا أنس. فرسول الله وسيدنا أنس ما كانش عامل كده. كان هذا رسول الله هيضربه. فهو ده السؤال، الأولويات في الدين، هل في أولويات في حاجة أهم من حاجة؟ ولا الدين كله زي بعض؟ طبعاً لما نتكلم على الأولويات الله يبارك فيك، على الموضوع الذي أنت فيه. على الموضوع، أنت الآن ترى هذا الخطأ. يعني كلام الشيخ إمام على الأولويات، أنا الآن أرى إنسان مخطئ، أنصح ولا أسكت؟ أنصح بالحكمة والكلمة والموعظة الطيبة. ما أقول إن في هناك أولويات، أعلم الصلاة، أقول ما يخالف، لما يجي وقت الصلاة أعلم ماذا؟ علم الصلاة. لما يأتي وقت الوضوء علم ماذا؟ علم الوضوء. فأنت لما تتدرج مع الناس بماذا؟ بالنصح وبالكلمة الطيبة تجد ماذا الأمر؟ يسير جدا والدين كله طيب بإذن الله سبحانه وتعالى. أيضا شيخ عندي سؤال. تفضل. تفضل. بالنصح. تداوم النصح بالكلمة الطيبة، لست عليهم بمسيطر،
اي مرهق معذب مشدد عليه، لا، دائما الانسان اول شيء يبتدع انه يحبب نفسه الى احبابه الى اهل بيته، فكلما اصبح الحب في قلوبهم يسمعون كل كلمه. وايضا الناصح دائما يحرص على ان يكون قدوه طيبه، ما يصلي يقول له لا تصلوا، بيدخن يقول له اشوفك تدخن اضربك انا. فدائما لما نمشي احنا بتمهيد بالنصح النصيحه ماذا تكون؟ والله جميله توصل بسرعه ان شاء الله. بارك الله. الامر الاخير يعني والمعذره على الاطاله حتى نفتح مجال الاسئله، اخر كلمه مشت كلمه عندنا نسمعها قرات الجرايد، انا الدين لله والوطن للجميع. ودع لله ما لله وما لقيصر كل شيء لمن؟ لله سبحانه وتعالى. لربما يقصدون يعني انت بداخل المسجد تتكلم، لما تخرج في الخارج شنو؟ اترك الناس على هواه. احنا لا، في كل حياتنا داخل البيت، خارج البيت، معاكم، مع الزوجه، مع الاولاد، في العربيه، غيرها، انا لمن؟ انا عبد الله سبحانه وتعالى. هذه بعض المصطلحات من كتيب عندي يعني قصير صغير اسمه عادات وليست عبادات، حبينا ان نذكر جزء منه ولا هو كثير جدا ما نعرض اسمع فيها الله يبارك فيكم، ونترك المجال لمن يحب ان يسال، نسال الله التوفيق والسداد للجميع. بارك الله. نعم هذا شرح عيد طبعا. نرجع للاولويات يا شيخنا، تالي اخونا اللي كان بيسال قبل قليل بيسال الحجاب الاولويات، يعني انا يعني هل في حاجه اهم من حاجه في الدين؟ يعني لما اروح مثلا دوله يقول واحد يقول لي انا انت لو مش ملتحي صلاتك ولا صيامك ولا الدنيا كلها بتبقى مقبوله، هل ده يصلح؟ ايه الاولويات في الدين؟ ده هو السؤال بتاعك. انا انصح كلام بالخير الله يبارك فيك. انا انصح بكتاب جميل للدكتور يوسف القرضاوي اسمه الاولويات في حياتك، فقه الاولويات. هذا كتاب رائع وجميل جدا ويحتاج ايضا الى توسعه لبيان الامثله. فقه الاولويات، يعني بعض الناس الان ياتي الى كندا. كندا الان انت عليك كيف تربي الابن على امور الشريعه الاسلاميه. اهم شيء انا عندي في اعتقادي انه يكون مصلي. اذا كان على صلاه الصلاه تنهى عن ماذا باذن الله سبحانه وتعالى؟ عن الفحشاء ويحافظ على الصلاه ماذا بوقتها؟ لربما تقول لباس ياتي المسجد في لباس شنو مثل بنطلون او لباس نص، انا اقول اهم شيء اني احببه الى الصلاه، ما بعد ذلك شنو؟ انصح الى هذا الامر، لربما من كنت الصغيره ما تقدر على الصيام، انا ما اقدر على الصيام، لكن احثها على ماذا؟ على الصلاه. فهذا الامر انا اتدرج مع ماذا؟ مع الانسان. الانسان لربما اجده يسب ويلعن الناس، هل صاحب الزكاه؟ انصح ماذا؟ على الحال اللي هو فيها. فدائما الحكمه والفقه في كيف انصح غيري حتى اقوم امره ويسير الله سبحانه. هذا ما اردنا ان شاء الله. الله يبارك فيك. تفضل. سؤال وتعقيب. التعقيب على دين الله وطن التوحيد لله والمقصود من دين الله وطن التوحيد يعني استعمل في الاعوار ما تستعملش في الاكل تعمل جوه المسجد وبره. كل انسان يعتقد ما يعرف، لكن كل المسلمين في الوطن بغض النظر عن بغض الدين لا تقصد صح ولا خطا؟ والله يعني هو لا ادراك الدين يعني لا ادراك الدين هو اذا كان كل انسان ما عدا هذا السؤال. انا الان سؤال اذا قلت هذه الكلمه يعني فتحت المجال اعتقد ما تشاء، هل هذا الامر صحيح ام خطا؟ المقصود به ان تتحول في المسجد. لا هذا معناه، هذا معناه لا انا اتكلم. السؤال يقول يعني اخي الكريم يقول الدين لله والوطن للجميع، يقصد الوطن للجميع اي ان هناك حقوق لكل مواطن في بلده وهذه الحقوق متساويه، لكن يبقى اذا كان بلد احنا نقول اسلامي فهل يتساوى المسلم مع غير المسلم؟ ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. ما فيش جعل الكافر على المؤمن. لا لان هذا القضيه سؤالك ليا مثلا هل كان الاحسن الكفر؟ سؤالك ليا هل غير المسلم يتساوى في المواطن المسلم ولا غير المسلم؟
على القضية التي وصل فيها وظهرت بارك الله فيك في أيام ثورات القوميات. هذا المصطلح الله يبارك فيك أراد من هذه القضية أن يبعد عن حقول التوحيد المساجد أن المضرة الديمقراطية والفكر ونحن نفعل ما نشاء. في سؤال؟ الكلام مثل الكريم وهو أيضا ضيع في الكريم. إذا احتاج إلى توضيح كثير في الأصل أو لا شيء أن نتركه حتى لا يلتبس لنا. صح؟ أنا معاه على الشرح، والشرح يصبح الكلام ماذا؟ واضح إن شاء الله. لكن إذا الكلام القريب يحتاج إلى شرح طويل، هل كل إنسان سيفهم هذا الشرح؟ تفضل ماذا نقول؟ لو تركناه أفضل. مش أحسن كذي؟ سؤالي ليك لا سؤال. زين زكاة وياه. بس ما كملت. أنا ليه سؤال؟ تفضل. ما هو حدود المسؤولية والواجبات؟ كمل هذا. درسنا بكرة تكملة عن الحقوق والواجبات بين الزوج والزوجة. لأن حاضر نذكرنا فيها إن شاء الله. ال ال السؤال كان يسأل عن الحقوق. حقوق. إيه. الأفضل ما كبرت تعتبر هذا نسب. أنا بتكلم مجتمعاتنا يعني. لو كبرت وأنت عندك أولاد وأحفاد تعتبر ماذا؟ إن شاء الله نحاول نفكر بإذن الله بعدين فيها. السؤال عندنا هل شعار؟ شعار الله ثم كان سؤال سوريا حرية جائز شرعا. طبعا هذه الأمور لما يجعلونها كأن فيها الأمور ماذا كان متساب يعني الله الوطن الأمير الله سوريا حرية. وإحنا تكلمنا عن منطلق ذكرت من قبل قليل كلمة الحرية. هل في صدق حرية؟ هل صحيح في حرية؟ أنا ما أدري أنا مفهومي تعارضوني أو بعضكم ولا أنت لا يعني أقصى الاستعباد نعم أقصى الاستعباد إذا استعبدت الناس لا هذه القضية لما قال عمر لعمر بن العاص من باب أن لا تهين إنسان له ماذا حرية في أنه يبدي رأيه واضح بما لا يخالف لأن ابن عمر لما سبق هذا سبقه ضرب من باب أنه ظلما أنه هذا بالفعل مثل ما تفضل أنه موجود لا كيان لكن كان في الزمان الماضي في رقيب لكن هنا هذه الامور شعارات مرت علينا شعارات كثيره مرت علينا فهل لها وجود حقيقي بالمعنى؟ لعلها في ايامنا ضد استعباد من هذه الناس انا معاك تفضل شيخ تفضل شيخ مره في حلقه الشيخ الطاهر نعم سالت عن الشيخ الطاهر عن السوق مرة في حلقة الشيخ الطراوي سألوا سؤال يعني مين أولى الناس؟ تطبيق الشريعة ولا نعطي الحرية للناس؟ هذا السؤال كان شوية يعني فهو قال يعني إحنا لا نحتاج كمسلمين أن نتحرر والناس بطبيعتهم بغريزتهم سيختاروا الإسلام وسيطبقوا شريعتهم على سبيل خاصة شخص كيف؟ هذا الأسلوب يعني أنت الآن نتيجة طبقة الإسلام زي مصر الآن أو سوريا أو كذا على طول سيحتجوا الإرهابيين مسلحين مش عارف شو معنى الناس عاديين مؤمنين ليس شيء آخر باب الحرية هو مش مقصود فيه الحرية المطلقة هي الحرية المقيدة بالإسلام بتعليم الإسلام الحرية المقيدة بارك الله فيك شيخ على كلامك الجميل في شريعتنا تسمى في أبواب الفقه الاختيار إيه من نظر في أبواب الفقه وأصول الفقه ما يجد كلمة الحرية يجد كلمة ماذا؟ الاختيار ويقول لك الصلاة واجب على كل مكلف يسمى بماذا؟ العاقل البالغ الذي ماذا يعني؟ يعرف ماذا يفعل ويتكلمون عن باب الحرية في باب الحج
لمن استطاع إليه سبيلا. العبد لا يجب عليه الحج لأنه ماذا؟ مقيد عند سيده. فيدخلون باب الحرية متى؟ في الحج لأنه استطاع سيده. أما تجد في الشريعة الإسلامية هذه بعيدة لأن هذا بارك الله. لا لا إذا شرعناها كذا كلامك صحيح وسليم، لكن بعض الناس يستخدمها من باب لا تنصح لا توجه. أنا حر أفعل لك راسي اللي بزاج، أنا حر حرية رأي وحرية كتابة وحرية صحيح. هذا قضية خطيرة. النقاط الصغيرة قال برضو نعم شو الحرية، لأن الدعاء مقيدين في تونس كانوا في أي بلد، ويقصد الشيخ الحرية نعم يؤمروا بالمعروف وينهى عن المنكر يوجهون الناس يستجيبوا. أنتم قامعين هؤلاء ولد أعطوهم الحرية كلام صحيح، يعني أعطوهم الاختيار في الأمور هذه لأنهم يدعوا. السؤال الثاني عندنا السائل يقول هل يجوز لعن الكافر؟ أنا أسأل سؤال، هل سمعتم أن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة كان يلعن الكفار؟ فكروا أنا أحكي الناس يوم لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا نعرف بالضبط، لكن لا نعرف
جبت قضية أنت توصل لك الدعاء ضر الغير. اللهم كان فيه خير فثبته على الغير، كان فيه شر فثبته على الغير. تمام؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم على الولاد قال: يستعنى عليكم ولاد تعرفون وتنكرون منهم. النبي بين أن راح يثبت علينا ولاد ظلمة فجرة. أمرنا بالصبر والدعاء. لأن الله يوم القيامة هل سيحاسبك على فجورك؟ استطعت ان تنصح تنصح، الان تم الامر خلص صح الامر، لكن يبقى على السنتنا دائما الدعاء ان الله يولع علينا خيارنا. هذا هو سبحان الله وبحمدك تبارك اسمك عجائب الله جزاكم الله خير المعذره على الاطراف جزاكم الله خير.